دكتور زاهي، وفي ناس قالوا أيوة لعنة الفراعنة موجودة، وفي ناس قالوا لا هذول ميتين يعني ومومياء. إيش رأيك يا ست هانم؟ نعم. أنت سألتي ناس من عامة الشعب، صح؟ كل واحد ممكن كلمة لعنة الفراعنة كلمة حلوة، لكن أنت لو سألت أي عالم أثار، وأنا عالم أثار متخصص، بقولك إن هذه أكذوبة ليس لها أساس في الصحة. وأنا كتبت كتاب للناشونال جيوغرافيك اسمه لعنة الفراعنة، حطيت فيه كل الحوادث اللي تمت للعلماء وقالوا لعنة الفراعنة، وفي النهاية بثبت وبقول لا يوجد لعنة فراعنة، هو عبارة عن الجراثيم الغير مرئية اللي بتطلع من المواد العضوية والمومياء هي اللي خلت الناس لما بيموتوا يقولوا لعنة الفراعنة. يعني بالفعل صادق دكتور زاهي حواس، أنا أصدقك في كل شيء تقوله، يعني ما شاء الله ما في أحد زيك عنده هذا العلم وهذا الخبرة، خصوصا بما يتعلق بالآثار والفراعنة.